ثلاثة فعاليات جوية تؤثر على السعودية في أسبوع، والتفاصيل بالمختصر. بداية، ومن أول فعالية ومتوقع أن تؤثر على المملكة من اليوم وحتى يوم الجمعة، حيث يتركز تأثيرها على المناطق الجنوبية الغربية بما فيها جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى جنوب المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض إداريا، ويرافقها أمطار متفاوتة الغزارة في بعض الأنحاء. ثاني فعالية متوقعة من يوم السبت وحتى يوم الاثنين، ولكن هنالك تقلب في بيانات المحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية في توقعاتها لأماكن تركز الهطول المطري في هذه الفعالية، إلا أن الإشارات الثابتة تؤكد أنها تشمل مناطق واسعة من المملكة، ويشمل تأثيرها منطقة الرياض والشرقية والحدود الشمالية والقصيم وحائل والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية بشكل أساسي، وتتسبب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً، مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع في منسوب المياه في الطرقات. وفيما يخص الفعالية الثالثة والتي متوقع أن تؤثر على المملكة مع منتصف الأسبوع القادم، تؤكد الإشارات وهنالك إشارات جيدة بأن المنطقة ستكون على موعد مع حالة ماطرة أخرى ابتداء من يوم الثلاثاء من تاريخ 13/2/2024، وتستمر لعدة أيام، وتتجدد على إثرها الهطولات المطرية في العديد من مناطق المملكة، والله أعلم. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.